ومكملين معكم مشاهدينا. وهلا وصلنا لفقرة فيتامين. دائما احنا بنسمع مصطلح القولون العصبي او تهيج القولون، وفعليا يمكن حتى باخر 5 سنين عم بنلاحظ انه من بين كل 5 اشخاص الا ما تلاقي في شخص مصاب بالقولون، ودائما باي جمعة بين الصحبات بتلاقي برضه في شخص حذر جدا باكله على اساس ما يعاني من تهيج القولون. رح نحكي اكثر بخصوص هذا الموضوع مع اخصائية التغذية سيرين البحيري لتحكي لنا شو الاغذية المناسبة اللي ممكن تهيج القولون واللي ممكن انها تهدي القولون. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. كيفك سيرين؟ بألف خير، كيفكم انتو؟ الحمد لله تمام. أنا عندي سؤال جد. تفضلي. يمكن النسبة أكثر من اللي حكتها فرح، يعني مستحيل تلاقي بيت ما فيه حدا عنده القولون. صح. نفسي أعرف هل إحنا إنه مجتمع نكد فبتلاقينا أوقات بصير عنا القولون العصبي ولا طبيعة أكلنا، ليش أغلب الناس عنا عنده قولون عصبي؟ نفسي أفهم هالشغلة. تمام. هلا عشان نحكي انه هذا الشخص عنده قولون عصبي، في مجموعه من الاعراض لازم تجتمع عنده وبيتم تشخيصه من الدكتور. يعني اللي بقصده انه ممكن واحد ما يكون عنده قولون عصبي، ممكن مجرد انه تضايق من هاي الاكله او صار عنده انتفاخ، مش معناته انه مشخص بقولون عصبي. فعاده الاشخاص اللي بنحكي عندهم قولون عصبي بيصير عندهم غازات، بيصير عندهم الم في البطن، بيصير عندهم امساك، وممكن يصير عندهم اسهال. هذا الإشي بيستدعي وبشكل متكرر، يعني أغلب الأكلات عم تعمل لهم هاي. صحيح. المشاكل بروح عند الدكتور بيشوف الأعراض، بيطلب فحوصات وبشخصهم كقولون عصبي. لكن إذا إشي هيك خلينا نحكي صدفة، مش معناته أنه الشخص مشخص بقولون عصبي. طب إحنا دائما لما حدا يبلش يحس بأعراض القولون بنروح على اتجاه أنه نفسيتك يمكن تعبانة أو عندك توتر، فهذا الإشي أثر على قولونك وبننسى تماما موضوع الأكل اللي إحنا أكلناه أو خبصناه بالأصح. طب شو في أكلات ممكن إنها تساعدنا إنه نحنا نخلي القولون تبعنا طبيعي من غير ما يتهيج؟ تمام. هلأ فعليا هو الحالة النفسية لها دور كبير بالقولون العصبي، لأنه لما الشخص يكون مرتاح حتى عملية الهضم والامتصاص بالجسم بتكون كلها أسهل. بتكون طبيعية. نعم. وسهلة تماما، فهو فعليا مرتبط بالتوتر. هلأ شو في أكلات تخلي القولون ما يتهيج إذا كان الشخص مشخص إنه عنده قولون عصبي؟ نعم. بدنا نبعد عن البقوليات اللي هي الحمص، الفول، العدس. بدنا نبعد كمان عن الأطعمة اللي صعب هضمها مثل الزهرة، البروكلي. كمان في عنا الأطعمة الدسمة، يعني الأشياء المقلية بتزيد تهيج القولون، وكمان الأطعمة اللي فيها بهارات كتير بتزيد تهيج القولون. البصل، التومة، يعني مثلا واحد عنده قولون إذا أكل مسخن يعني كارثة. كارثة. ففي أكلات معينة صعب هضمها بتزيد تفاقم الحالة. نعم. طب بس سيرين، يعني الكلام اللي أنت عم تحكيه أو الأكل اللي أنت عم تحكيه هو أكلنا. مزبوط. يعني إحنا يمكن طبيعة أكلنا إحنا بالأردن كلها فيها زيوت وكلها فيها بصل وهاي. صح. الأشياء. فبتلاقي 3/4 الأكل اللي إحنا بناكله ممكن يعمل تهيج. فيعني هاي مشكلة، كيف ممكن إحنا نلاقي حل لهذا الموضوع؟ هلا إذا هو الشخص عنده قولون، لا بده يتجنب هاي الأشياء، بده يحاول يعمل يعني يكون ريلاكس أكتر، يعني حتى يقدر يأكل هاي الأكلات. لا. لأنه فعلياً بيصير إشي كتير مزعج بالنسبة لإلهم. طبعاً. بده يمارس تمارين رياضية، يعمل ريلاكسيشن. هلأ في إشي كتير مهم. إنه بعض العادات الغذائية بتزيد الوضع سوء، يعني مثلاً كمية الأكل الكبيرة بتزيد الوضع سوء، بس ممكن لو أكله شوية حمص ما يتأثر، بس إذا أكل كتير رح يتأثر. وفي إشي كتير الناس بصراحة بتغفل عنه، إنه ساعات طويلة بين الوجبات لمرضى القولون العصبي إشي كتير سيء، فلازم يكون في وجبات متعددة خلال النهار. المشروبات الغازية، أو خلينا نحكي مش بس الغازية، المشروبات اللي فيها كافيين يعني القهوة والشاي بيزيدوا من أعراض القولون العصبي. نعم. بالذات القهوة. فبعض العادات الغذائية ممكن واحد ينتبه لها تخفف من الأعراض. أوكي. والأكل بالليل له علاقة برضه؟ طبعاً. الأكل بالليل كميته وكمان السرعة بالأكل، الناس اللي بتاكل بسرعة بتصير المشكلة عندها أكتر، أما لازم واحد يأكل ببطء وشوي شوي حتى ما. يعني أنت حكيتي حالياً كل إشي. كل إشي أنا حكيت ليش أنا بتهيج عند القولون. آه. هلا حكينا عن البقوليات، وفي كتير زي الزهرة والبروكلي، يعني هدول فيهم معادن وقيمة غذائية كتير كبيرة. فإذا إحنا بعدنا عنهم كيف ممكن نعوض ما خسرناه من هاي القيمة الغذائية؟ تمام. هلأ لما نحكي البقوليات، أهم شغلتين فيهم هم الحديد والألياف. أوكي. فهلأ إحنا ممكن نأخذ الألياف من مصادر هضمها يكون أسهل، من فواكه، يعني من فواكه مش من بقوليات. فبنقدر نأخذ الألياف من فواكه أو مثلا من خضار ورقية، خس، بقدونس، فهي أخذنا الألياف. أوكي. هلأ الحديد
الحديد طبعا بالمصادر الحيوانيه عالي كثير، يعني اللحمه، الدجاج، السمك فيهم حديد، فاذا بدنا نعوض اهم عنصرين اللي هم الالياف والحديد بهاي الطريقه. حلو. من البقوليات يعني. نعم. طب بس سيرين، يعني زي ما احنا شايفين كثير اغلب الاكل اللي احنا بناكله رح يهيج القولون، والحياه طويله، يعني قد ما الواحد عمل حميه بده يزرق اوقات، بده يعيش حياته شوي، صار عنده تهيج بالقولون الشخص، ايش في اطعمه او يعني طعام معين مثلا، طبيعه الطعام ممكن هو يخفف القولون او هيك يعني يروق التهيج شوي؟ هلا في عندنا احنا الاعشاب مثل البابونج، النعنع، اليانسون، هدول بيخلوا القولون يهدى شوي. اما انت لما تيجي تفكري فيها، الاطعمه نوعين، في شيء بيعمل تهيج قولون اللي حكينا عنهم البقوليات وكل اللي حكينا عنهم، وفي اطعمه ما بتهيج القولون بس ما بتهديه. أوكي. يعني مثل اللحمه، الدجاج، السمك، هدول ما بياثروا على القولون، ما بيعملوا شعور الغازات والانتفاخ، بس بنفس الوقت ما بيهدوه. هلا ايش شيء بيعمل تهدئه للقولون؟ اللي هي يا خلينا نحكي الاعشاب مثل البابونج، اليانسون، النعنع. حلو. للأشخاص اللي حابين يتبعوا حميات غذائية وبنفس الوقت هم بيعانوا من تهيج القولون، أكيد بتكون الأطعمة اللي قدامهم محدودة نوعا ما. طبعا. فشو بتنصحيهم بنظام غذائي يكون مناسب؟ هو بده يتبع نظام غذائي عشان إيش؟ ينحف يعني ولا؟ مثلا ينحف. هلأ هو عادة هدول الأشخاص لازم إحنا نشوف إيش الأطعمة اللي بتعمل له تهيج، لأنه ما في إشي مشترك بين يعني ما في قائمة تزبط على كل الناس. هلا في ناس ممكن عندها قولون عصبي بس ايش اللي بيعمل لها مشكله؟ القمح ومنتجاته. فهذا الشخص مثلا نلغي القمح ومنتجاته، بنصير ناخذ منتجات الرز، منتجات ثانيه يعني، او طحين الرز، طحين اللوز، في كثير بدائل لهذا الموضوع. بس اللي بقصده كل شخص لازم نمشي معه شوي شوي، نعرف ايش الاطعمه اللي هي عمالها تضايقه ونستبدل له اياها. طب ممكن انه يكون مثلا طعام بضايقني لفتره وبعد فتره هذا الاكل تبطل يضايقني ويبلش يضايقني شيء جديد، هل هذا الشيء عادي شائع معتاد يعني؟ ممكن. وممكن انت طول عمرك تاكلي اكله معينه ما عندك اي مشكله فيها، فجاه يصير عندك مشكله فيها. يعني الموضوع عن جد بهاي الطريقه والعكس صحيح. حلو. طب هلا في انواع اطعمه ممكن انها تتعب شخص معين مصاب بالقولون وشخص ثاني لا؟ يعني مثلا انا والدتي لما بتاكل الملوخيه خلص هذاك اليوم تتعب منها، تتعب. ففعلا ممكن مثلا انه هو الملوخيه مثلا تضايق شخص وما تضايق شخص ثاني. ممكن. عشان هيك بقول لك كل شخص لازم نقعد معه ونمشي إشي على الاطعمه لنتاكد هذا اوكي بتحمله هذا ما بتحمله، لانه كثير في فرق بين الناس. عن جد الملوخيه في ناس كثير بتزعجهم، في ناس عادي ولا اي مشكله فيها. يعني أي إشي ممكن يخفف من حدة القولون نحكي الأعشاب. الأعشاب. وأيضاً إذا كان الشخص متشخص. أو متشخص، مش إشي عرضي مارق هيك يعني طبخة معينة بتضايقه. طب كيف ممكن إنه نفرق؟ مثلاً ممكن في ناس بيعانوا من القولون خلينا نحكي بالأسبوع 3 مرات. هذا أظن شخص يعني فعلاً مصاب بالقولون العصبي. ولكن هلأ لو شخص مثلاً كل أسبوع أسبوعين بيجي هذا التهيج مرة، هل هو يعتبر شخص برضو يعاني من القولون؟ يعني كيف إحنا فينا نعرف إنه هذا الشخص بيعاني أو هذا الشخص ما بيعاني؟ اللي أنت حكيتي مدى تكرار الأعراض، قديش عم تظهر الأعراض، قديش أنت أغلب وقتك عندك وجع بالبطن، لأنه اللي عندهم قولون مو بس غازات وإمساك ووجع بطن كتير. فإذا أنت عم تحكي كل أسبوعين مرة ليتضايق، لا هذا مو قولون، ممكن كان استرس بهذا اليوم، تأثر عنده الهضم، أكله أكل دسمة. بس أما اللي بتكرر عندهم لا، هم بيكونوا عن جد مصابين بالقولون العصبي ولازم يزور الدكتور، لأنه ممكن كمان مش قولون عصبي، يعني في أمراض أخرى لها علاقة بالقولون، التهابات معينة، فلازم الدكتور هو اللي يعني يشخص هل أنت قولون عصبي أو مثلا التهاب قولون، أو في كتير أمراض لها علاقة بالقولون. فبالنهاية لازم يزور الطبيب طبعًا. إحنا حتى نقدر إحنا نشخص بالضبط. طب سيرين، إيش في كمان ممارسات ممكن تساعدنا نقلل من تهيج القولون غير الأغذية؟ يعني أنا صار معي تهيج قولون وأخذت شربت أعشاب، ممكن مثلا ممارسة الرياضة تساعدني؟ ايش في ممكن يعني سلوكيات معينة ممكن تساعدني؟ السلوكيات، ممارسة الرياضة اكيد رح تساعدك، الاكل ببطء رح يساعدك، تشربي مشروبات مع الوجبة هذا الاشي سيء بزيد التلبك، فبدك تبعدي عن هاي العادة الغذائية اذا بتعمليها. حتى المي يعني مشروبات مع اطعمة بنفس الوجبة، مشروبات بقصد شرب يعني، بيأثر على القولون وبيزيد الوضع سوء. فممكن اللي هي الممارسات اللي بتعمل لتهدئة الشخص، يعني رياضة، يأكل ببطء، يوزع وجباته على طول النهار، الوجبة تكون حجمها صغير، حجم الوجبة كتير ضروري بصراحة، لأن ممكن أنت عم تاكل أشياء بتزعجك بس كميتها هي اللي بتأثر هل يتهيج القولون أو لا. كمان في شغلة بصراحة كتير مهمة الناس يعني ما بينتبهوا لها،
انه على سفرة الاكل مش لازم واحد يحكي اشياء بتسم البدن. يحاول قدر الامكان عن جد ما تزبط معنا. لا بدك ما بنتذكر سمات البدن. لازم نعمل طوشة على الاكل اجلي سمت البدن بعد الاكل، لانه جد النفسية والجو اللي انت عم تاكلي فيه كمان بيأثر على الهضم. طب بدي اسالك سؤال خطر على بالي هلا، تعدد الوجبات او انواع الوجبات، يعني برمضان بتلاقينا مثلا عاملين منسف وفي فول وفي سمبوسك، كل شيء بنفخ بكون محطوط على السفره، صحيح بالضبط. فهلا حتى لو كان الاطعمه هي نفسها هاي ما بتعمل او ما بتهيج القولون، بس تعدد الاطعمه ممكن هو يهيج القولون؟ تعدد الاطعمه ممكن يهيج القولون، بس بصراحه اللي بيهيج اكثر نوع الاكل. نوع الاكل، نوع الاكل يعني هذا العامل اهم من التنوع اللي حكيت عنه. طيب ختاما حابين منك تعطينا نصيحه لكل المصابين بالقولون، كل الاردن كل الاردن. هلا بصراحه النصيحه الغذائيه اللي هي انه نصغر حجم الوجبه، نراقب، هاي كثير مهمه، نراقب اكلنا ما نعمم، يعني جد ممكن واحد بتحمل إشي بس صديقه مثلا ما بتحمل هذا الإشي، فهو بده يتابع هذا الإشي. في إشي كثير مهم بصراحه، هلا القولون العصبي بيترافق معه امساك، صحيح. هلا علاج الامساك شو؟ الالياف. فالأشخاص المصابين بالقولون بنحط لهم إحنا ألياف، بس تدريجياً، لأن الألياف هي اللي بتعمل غازات. فهاي يعني أخصائي التغذية لازم يحكيها للكلاينت اللي عنده، إنه هاي الألياف أوكي أنا بدي أحط لك خبز أسمر، بدي أحط لك رز بني، خضرة، فواكه، بس مش كل مرة واحدة. لا مش كل مرة واحدة، لأنه حطيت لك كتير هاي الأشياء رح يصير غازات كتير، أنا فاقمت قصة القولون. فصح بدي أعالج الإمساك بس تدريجياً بزيد الألياف. صح. احنا شاكرين تواجدك اليوم معنا، وشاكرين للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واكيد مشاهدينا بيكونوا استفادوا. شكرا لك سيرين. شكرا.